يا الله، يسوع ودي يا جماعه ايه بدايه المنظر. بنبدا بالاول بالخطوط. اي رسم عباره عن خطوط، خطوط طوليه وعرضيه وافقيه، وبعد كده بتدي ظلالك الضوء والظل، بيطلع اي شغل انت عايزه عباره عن خطوط وضوء وظل. احنا بنبدا بالمرحله الاوليه اللي هي الخطوط. هنشوف هنعمل ايه. المكان ده هنعمل فيه بيت، المكان ده هنعمل فيه مشاية، هنا هتكون الميه، دي هتكون الصخور. فبنبدا نخطط منظرنا ونحط اللي احنا عايزين نعمله، وبعد كده ايه المراحل ان شاء الله الجايه هتصور. وفي حاجه انا حابب اقولها للناس اللي بتتابعنا على صفحتنا وبتتابع شغلنا. في ناس بتطلب مني صور المنظر من اوله لاخره علشان استفيد. طبعا عشان نصور منظر من اوله لاخره، منظر زي ده بياخد مننا ثلاث ساعات ونص او ساعتين، خليهم ساعتين. مين اللي هيستحمل يتفرج على مقطع فيديو ساعتين؟ ومين اللي فاضي صورنا الساعتين دول؟ طبعا الموضوع يعني ايه مش كويس. حتى لو صورنا وحطينا كاميرا ثابته، مين اللي هيتفرج على منظر من اوله لاخره؟ هو بصراحه ان احنا بنصوره الخطوات، واللي يهم الفنانين الموهوبين، الناس اللي اهل الفن فعلا، الناس اللي شغاله فعلا، اللي يهمهم هي الخطوات دي. ويمكن اللي بيأيدني في الكلام ده الناس اللي بتسمعني دلوقتي، اللي بيأيدني منهم اللي هم الفنانين فعلا، اللي هم محتاجين له الخطوات اللي انا بعملها. اما التفاصيل وان الواحد يصور الفيديو من اوله لاخره، ده طبعا شيء اهلا وسهلا، ما شجعش، مش مشكله يعني، يكفينا كده يعني.